ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات للتعامل مع تداعيات كورونا. كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة عدد من التقارير بشأن قرارات رئيس الجمهورية وأيضا مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيا وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا. كما تم الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالشهر العقاري، وأيضا الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والموافقة على مشروع قانون المجلس الصحي المصري. الجلسة شهدت أيضا مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. مشروع القانون تيسيري على المواطن بالدرجة الأولى، خفضا من حجم الأعباء المالية التي يتحملها المواطن وموازنة الدولة في آن واحد. ومن جانب آخر، فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. احنا عارفين يا ريس ان القانون طبعا مهم جدا، بالإضافة إلى التخفيف عن المواطنين في الرسوم التي يتم دفعها أو يتم سدادها على التصرفات العقارية قبل 2013. من أهداف القانون المهمة أيضا هو التشجيع على عمليات تسجيل العقارات، لأن احنا عندنا مشكلة كبرى في مصر وهي عدم وجود قاعدة بيانات للعقارات والثروة العقارية لم يتم حصرها. يعني لابد أن يكون هناك إجراء واحد متعلق بهذه الضريبة يتم تطبيقه دون أي استثناء زماني، وتخفض الضريبة اللي هي 2.5%. وفي ختام الجلسة قرر المجلس عقب الاستماع إلى مقترحات الأعضاء حول مشروع القانون إعادته مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسة التعديلات والتوصيات المطلوبة.